ولمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد صالح قباطي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. دكتور، ما هي الأدلة التي استندتم إليها لتوجيه هذا الاتهام؟ لدينا معلومات استخباراتية دقيقة، يعني ذات مصداقية، ولو لم نكن واثقين من هذه المعلومات لما تقدمنا أمام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية اليوم في مجلس النواب بهذا البلاغ، واعتبرنا بلاغ رسمي، وطالبنا الجهات المسؤولة التنفيذية والتشريعية بتحمل مسؤوليتها في حماية شخصية بحجم ومكانة الدكتور ياسين سعيد نعمان، لأن احنا نعتقد أن الأوضاع القائمة اليوم في البلاد لا تحتمل المزيد من العنف، المزيد من الاغتيالات، المزيد من الحروب. يعني الأمر ينبغي أن الحكومة ينبغي أن تقوم بواجبها في هذا الصدد، وهذا ما طلبناه من الحكومة اليوم. نعم، طيب لماذا بالذات تم توجيه الاتهام في هذا التوقيت؟ هو ليس يعني التوقيت ما هو مختار، يعني الموضوع او المعلومات التي وصلتنا في هذا التوقيت. نعم. طيب المؤتمر يهدد برفع دعوة قضائية، ماذا انتم فاعلون؟ نحن طرحنا هذا الكلام امام السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونحن مسؤولين عما قلناه، وسنقدم ما لدينا للجهات الأمنية، وسنطالب طبعا بالتحقيق في الأمر، وإحنا طلبنا اليوم التحقيق في الأمر، ويعني معاقبة أو إحالة المتهمين أو إلقاء القبض على المتهمين والمتورطين في مثل هذا المخطط إلى القضاء. نعم، شكرا لك دكتور محمد قباطي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف. أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الجندي، الناطق الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام. مساء الخير أستاذ عبد. شكرا جزيلا أستاذ عبد. نعم، طالبتم البرلمان برفع الحصانة عن النائب الدكتور محمد صالح قباطي لأجل رفع دعوة قضائية، هل أنتم عازمون على ذلك فعلا؟ أولا الأستاذ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ورئيس الكتلة البرلمانية طالب بإثبات هذه التهمة أمام القضاء، وعندما نتهم جهة معينة أو أشخاص معينين بأنهم يخططوا لاغتيال شخص معين، هذه تهمة فعلا تستحق أن يثبتوها أولا أمام القضاء، وإذا لم يثبتوها أمام القضاء بالتأكيد هذا يعني عضو مجلس النواب لا يقول كلاما صحيحا ولا مسؤولا ويتكلم بهذا. لم يحدث منذ تأسس المؤتمر الشعبي العام أن خطط أو ساهم أو قام بأي اغتيالات لأي إن كان، سواء من الحزب الاشتراكي أو من الإصلاح أو من أي حزب من الأحزاب والتنظيمات السياسية. المؤتمر الشعبي العام تنظيم سلمي وليس لديه ميليشيات ولا يقوم بأي عمليات. هذه الاغتيالات كانت موجودة في ظل نظام الحكم الشموري الذي كان موجود في جنوب الوطن. نعم. وكانوا بعض الرفاق يعني يتآمروا على بعضهم البعض على السلطة. ما الذي يعني يمثله ياسين سعيد نعمان من خطر على المؤتمر الشعبي العام حتى تفكر قيادته ورئيسه بهذا العمل الإرهابي الذي نحن نرفضه جملة وتفصيلا، ليس فقط بحق الدكتور ياسين ولكن بحق أي قوة سياسية. ألم يقول علي عبد الله صالح وكبار رجال الدولة ضحايا من ضحايا الإرهاب؟ ألم تكن عملية الإرهاب ثابتة ومؤكدة ومنظورة أمام المحاكم؟ وبالتالي في ناس متهمين لم ترفع عنهم حصانة حتى الآن. إذا كيف يمكن أن نتهم حزب مش قادر فعلا يرد على عملية أكبر عملية إرهاب تعرض لها وذكرها مجلس الأمن بأنها يجب التحقيق فيها، يعني أنه يخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان؟ نحن نكذب الدكتور ياسين سعيد نعمان ولكل قادة الأحزاب ولكل أعضاء الأحزاب كل الاحترام والتقدير،
ونحرص على أمنهم كما نحرص على أمن اليمن بشكل عام. نحن ضد العنف، ضد الاغتيالات، ضد الإرهاب، ومثل هذا الادعاء الذي جاء في هذا التوقيت. إذا كان الهدف منه تمرير بيان الحكومة فمجلس النواب يناقشها بمسؤولية، وإذا كان الهدف منه ما يشاع أنه هناك انشقاقات داخل المؤتمر يعني، وإذا كان يعني يأتي تزامنا مع موجة العقوبة يعني، هذه عملية فعلا. أولا الدكتور ياسر سعيد نعمان قد قدمت أوراقه إلى المملكة المتحدة البريطانية وقد وافقت، وسيذهب سفيرا للمملكة ودعا إلى كونفرنس حزبي، سيتم في هذا الكونفرنس اختيار أمين عام آخر، يعني أنه حبذ أن يخرج من الحياة الحزبية إلى حياة السفارات، وبالتالي أصبح فعلا يعني قراره شبه مكتمل وأموره مرتبة، وهو فقط يفكر كيف يتخلى عنك. لكن أن يخرج بهذه التهمة للآخرين هذا ظلم وهذا كذب وهذا افتراء. ولاحظ كيف يعني عملية التزامن بين ما تعرف بعض القنوات العربية التي تركز على عملية الإرهاب، يعني إذا كانت بعض القنوات تدافع عن القاعدة وفي معركتها مع أنصار الله وتقول هؤلاء قبائل مسلحين، فكيف فعلا يعني مثل هذه التهمة توجه يعني برغم أنه الشيخ سلطان قد رد على هذا، لكن هذا فعلا من باب الإجابة على سؤالكم فقط. إن المؤتمر الشعبي العام يطالب بالتحقيق، وبالتالي إثبات هذه التهمة، وإذا لم تثبت هذه التهمة يطالب برفع الحصان عن هذا النائب لكي تقدم يعني دعوة إلى المحكمة، لأنه جرح بشخصيات المؤتمر يعني القيادية وبرئيسه، ولم يسبق للمؤتمر منذ قامة الوحدة وحتى الآن من الحزب الاشتراكي من عملية الاغتيالات، ولم يثبت في يوم من الأيام أن المؤتمر قام بانقلابات عليهم، ولم يحدث أن المؤتمر الشعبي العام قام باغتيالات. يعني هذا الكلام فعلا هو يعني الهدف منه يعني الحصول على تعاطف على شعبية يتسجل مع هذه الموجة الموجهة ضد المؤتمر الشعبي العام لتحقيق أهداف. بعض الرفاق الذي اعتادوا على مثل هذه الأساليب يجب أن يبحثوا أن لا يبحثوا عن مثل هذه الاتهامات في المياه العكرة. المؤتمر الشعبي العام في هذا الجانب صفحته بيضاء، ولم يكن له لا ماضي ولا حاضر ولا يفكر حتى في المستقبل باللجوء إلى مثل هذه الأساليب الإرهابية العنيفة التي نعرف تماما من الجهات التي من وراءها. يعني نقول لقيادة الحزب الاشتراكي عندما كان في يدها السلطة كانت تتآمر وتغتاز زي ما حصل في 86، لكن أن نقول نحن متهمون بعملية إرهاب على أمين عام لم يعد يعني ما هو ذلك الرقم الخطير، ولم يعد يعيدين حتى سلطة بحيث إحنا نفكر في اغتيال الدكتور يزيد لكي نحافظ على السلطة أو لكي نحصل على سلطة يعني أخرى. نعم. شكرا لك أستاذ عبد الجندي الناطق الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، كنت معنا عبر الهاتف.